إذا أنت عرفت تحترم قواعد اللعبة فيها ستصل لهدفك المنشود. وأنا من الناس الآن أعتبر أن هذا السهم اللي شايفينه أمامكم الآن صورة من الصناعات، ولكنها في حديثنا اليوم وفي الوقت الحالي هي أضعف مما كان عليه الصناعات. تعالوا أقول لكم السبب ليش، بس أنا ليش أقول لكم عليه من الآن؟ عشان إذا أنت شفت بعينك خلال الشهر أو الشهرين القادمة الموقع اللي أنا بأتكلم عليه الآن اتحسن، ترى احتمال كبير تشوف نفس السلوك في الصعود وتشوف نفس السلوك في الحركة، واحتمال تيجي 50% بالراحة من قاع الموج. نعم، السهم اللي أمامكم سهم إيش؟ سهم إيش؟ شوفوا الآن الصناعات الكهربائية في عام 2021 كان الأعلى كم؟ كان الأعلى 37.30، بينما السهم ده اللي أمامكم من الهبرة اللي فيه أحلى هذا كان 56.40. شايفين؟ 56.40. القاع اللي أنا الآن عنده هو قريب من القاع اللي كنت أتكلم عليه في الصناعات، وهذا مما يجعل الإغراء في الموضوع شيق. يعني أنا أتكلم عن حديد اليمامة يلي سجل 56.40، أتكلم عليه اليوم وأنا في 7 رمضان 1444 بتاريخ آخر أيام شهر مارش. فين بأتكلم عليه؟ بأتكلم عليه فين؟ في قيعان القناة وفي مناطق ذكرتها من شهر وشهرين إنها مناطق ميتة قد تكون أبعادها في أسوأ الاحتمالات إما 20-90 وإما 19.5. وماذا قلت لملاك حديد اليمامة؟ حتى لو نزل السهم هذه المناطق ليست للبيع، وإنما هي مناطق لمن لديه بعد نظر، هي مناطق تعديل ومناطق عدم بيع. يعني إذا ما تبغى تعدل تنتظر عكس الاتجاه وهو الأفضل، ودحين أوريكم كيف يعني عكس الاتجاه أو ما هي المناطق اللي يجب أن يتكي عليها وإنت تتأمل فيها إذا رجعنا من هذه القيعان. فنلاحظ أنه حديد اليمامة الآن القناة الهابطة الأصلية الدور الحقيقي هو مفروض، شوف أنا عندنا الآن أنتم ملاحظين أني أنا مدبل القناة الهابطة. القناة الهابطة هي القناة العرضية اللي بدون تنقيط، هذه القناة الهابطة. يعني حديد اليمامة الآن يعتبر فين؟ داخل القناة ولا كاسرها؟ ها، يعتبر كاسرها. من كم شهر؟ واحد، شوف من 26.40. اثنين، شوفوا لو كان الصناعات، لما تتذكر لما كنا نقول لو واحد دخل كسر 20-30 أمر ما هو عادي، يعتبر في حدث مهم، يعني أنا ممكن أنحرف، هذه خروج عن قواعد اللعبة. حديد اليمامة لما كسر 26.40 و 26.40 في شهر 11 نوفمبر، يعني قبل 4 شهور من الآن، هذا خرج عن المألوف على تحت. وفين راح؟ راح وصل وصحح 78 فيبو عند 22.30، تمام؟ وبعدين لف الطارة، لفها ليش؟ وجاء طالع، كان مفروض عشان يرجع لازم ايش يصير؟ يقتحم القناة المكسورة. لاحظوا فين وصل الحديد؟ وصل الحديد قريب 25 ريال، وكنت أقول لو عدى 25 يا سلام، لكن الحديد ما عدى، رجع الضغط في شهر يناير، في شهر طلع في يناير، عفوا هنا وصل في ديسمبر 22.30، ضرب دعم قوي اللي هو 78 فيبو، شهد ارتداد لاختبار القناة، ما قدر يعدي القناة، رجع الضغط. لما جاء كسر 22.30 ايش قلنا؟ الله، هنا دخل السهم وازدادت سلبيته أكثر، والشغلة الله أعلم حتطول. طيب فين يبغى نروح يا أبو محمود؟ قلت احتمال نروح دورين تحت، واحتمال بحكم أنه السهم في قيعان تاريخية. إيش هي القيعان التاريخية؟ طبعا يا جماعة أنتوا دائما لازم تعرف قيعان الموجات هي القيعان التاريخية. يعني نذكر على سبيل المثال أول ما أدرج حديد اليمامة في السوق وين كان قاعه التاريخي؟ في عام 2016 كان هنا، شايفين الدائرة دي في أول الشارت؟ ماذا حصل من 19.5؟ ارتد السهم إلى أعلى رقم عند 32.60، يعني كم جاب بالمية؟ أكثر من 50%، فهذا نعتبره قاع تاريخي. تعالوا شوفوا لما كسروا راح سوى قيعان تاريخية في 2018 تحت، وكانت القيعان التاريخية الثانية عند 13.74 ريال. هلل، هيا شوفوا لما جاء يطلع، لما جاء يطلع فين مفروض مناطق المقاومة حقته التاريخية؟ 19.5، راح ضربها، هل قفل فوقها؟ ما قدر، رجع طاح.
قبل أزمة كورونا كان السهم ماشي في اتجاه صاعد اقتحم. الأزمة يا جماعة عطلت أسهم كثير، كانت اتجاه صعود، منها سيسكو، وشفنا سيسكو يسوى بعد الأزمة، وشوفوا الحديد. جاكت أزمة كورونا خلت السهم يخرج عن الاتجاه الصاعد ونزل وراح سوى قاع تاريخي جديد ولامس القيعان، وشوفوا فين قفل في كورونا، احترم القاع اللي هو 13 ريال و74. بعدين بدأ يطلع، فين بدأت الإيجابية؟ عندما اقتحم 19.5، وأكدها وقتها باقتحام متوسط 50، كان تو والد متوسط 50 على الشهر، لأنه السهم قلنا جديد من عام 2016، ماله في السوق الآن إلا تقريبا حوالي كمان زي كده 7 سنين 6 سنين. الشاهد في الموضوع هنا بدأت الموجة القوية من فوق 19.5 ومن فوق 20.90. شوفوا عندنا هنا كمان قاع عند 20.90، انطلق السهم، انهك عند 26.40، 27 على النظرية، نزل اختبر، وبعد ما اختبر اللهم لك الحمد والشكر انطلق السهم انطلاق جنوني مجنون خبل. وقتها نحن كنا نعتبر الترند كده اخدينه من 32.60 الى قمة ما قبل كورونا. شوفوا ايش اللي حصل، الله اكبر، روح الحديد، نزل اختبر 56.40 كانت نهايته في هذه الموجة الجميلة الرائعة. دخل السهم فيها في موجة صاعدة محترمة من عيار ثقيل. شوفوا الموجة الصاعدة من هذا القاع حق كورونا مرورا بهذا القاع حق الاختبار، شايفين الترند؟ هل عمره خرج منه؟ طول الفترة دي ما خرج منه. لما وصل 56 تعالوا شوفوا إيش صار، أغلقت الشمعة فين؟ طلت برأسها خارج المسار. شوف كان مسار عمودي صاعد من يوم السهم متضخم حالة وحالة. كنت أقول وقتها لملاكو، الله يبارك لهم لملاكو، تعرفوا إنه اخترق قمة التاريخية هنا، كان عنده قمة تاريخية عند مستويات 43 ريال أول ما أدرج في السوق، أو 43.5. شوفوا 43.5، يعني قاعد يسوي زي مين؟ زي الشركات الآن اللي اخترقت قممها التاريخية وقاعدة تقرأ أعلى جديد أعلى جديد، ونقول انتبهوا من الطاقية، انتبهوا من هذا انشكاح، ما بعد الانشكاح يأتي انبطاح. طلع من 43 ريال انشكح الحديد إلين وصل 56.40، وكنا نقول الترند ما يفرن. وشوفوا لما كسر الترند بدأ الحديد يدخل في مسلسل القمم والقيعان الهابط إلى يومنا هذا. شوفوا الآن رسمنا القناة الهابطة، شوفوا اليوم نحن فين بنلعب، خارج القناة الهابطة على تحت في مناطق ميتة. بس إيش اللي يخلي الشيء ملفت للنظر؟ أننا فين نتداول؟ إننا وصلنا للقيعان التاريخية دي اللي كنا نبني عليها بداية الانطلاقة في المرة الأولى بعد كورونا. يعني يا جماعة أنا دائما عندي مصطلح أقول مصطلح البدروم، هو الأصل في السهم قيعانه فين؟ هنا. لا بعناها يوم أزمة كورونا وما قبل كورونا لما كان يكسر 19.5 كان بدروم بالنسبة له، ولا هو منطقيا هذه قيعان. بعدين أنتوا تعرفوا الشركة يعني ما هي شركة خسران، قيمتها الدفترية كم؟ مين يعرف كم قيمة الدفترية في حديد اليمامة الآن؟ تعرفوا كم القيمة الدفترية في حديد اليمامة لو نبغى يعني نحاول نستأنس شوية؟ حديد اليمامة يا حبايبي قيمة الدفترية الآن قريب 15 ريال 14 64، يعني شركة ما زال فيها احتياطي قريب 50%، يعني هذا ممكن يمنح سهم لكل 3 إذا يبغى يستفيد من الأرباح المبقاة، 50% من فوق رأس المال، يعني شركة ربحان. واليوم نحن شوفوا شمعة مارش لحد الآن، يعني بكرة إغلاق شهري، ماذا ينتظر ملاك الحديد؟ إنهم يتمركزوا فوق 22.30. اليوم السهم مقفل 22.20 بشمعة عاكسة للاتجاه حلو، بعد ما لامست قريب 20.90 أحد أهم المناطق الدعوم في المنطقة الميتة، قلنا يا نرتد من 20.90 يا نرتد من 19.5، ويهمنا نهاية شهر مارس أن نكون فين؟ مبدئيا فوق 22.30. السؤال لو أغلق الحديد فوق 22.30 وولدت شمعة شهر إبريل، إبريل يا جماعة لو السهم معدي 23 كيف حيكون المنظر؟ داخل القناة الهابطة الأساسية ولا خارجها؟ خلاص أنا خليني أمسح الخط المنقط هذا، أنا خليني على نفس القناة الهابطة. السهم فوق 23 فين يكون؟ يكون حاطط في ظهره 22.30 78 فيب، وحاطط في ظهره إيش؟ قاع القناة
شارج هنا يصير كده زي الصناعات الكهربائية يوم كان في القحط. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف النظرة اللي في بعد النظر. لو كتب الله للحديد يلعب داخل هذه القناة ويتحرك من قاع القناة إلى ترندها، يعني معناه تحرك من فيبو لفيبو، كم قيمة 61 فيبو المكسورة؟ كم؟ واضح الشارت؟ واضح الرقم؟ أقروا لي الرقم، كم الرقم؟ إذا نحن اليوم فوق 22-30 نبغى نرجع لل 61 المكسور 29.5. طيب المتوسط المكسور على الشهري فين يقرأ؟ 29 ريال. أسألكم بالله، اليوم السهم قيمته 22.20، لو في خلال 3 شهور أو 4 شهور السهم دق 29، تعتبر هبرة حلوة ولا كلام فاضي؟ هل هذا يعبي عينكم؟ العطاء ده ولا ما يعبي عينه؟ سؤال، كم تطلع بالنسبة المئوية؟ كم تطلع بالنسبة المئوية؟ لو فلنفترض إنه في واحد شاف الحديد نايم مع بداية إبريل مخترقة ل 22-30 وحطها في ظهره وقال والله السهم أنا شايف أنا في قاع القناة، وطلع معاه السهم وصل معاه قريبة 29-29.5، أنت تتكلم عن قريبة 6 ريال، 6 ريال من 6 ريال ل 7 ريال، 7 ريال يا أبو بدر، يعني من 25 إلى 30%، 28%، تعتبر هبرة حلوة لو جات في 3 شهور بمعدل 10% في كل شهر مثلا، ممتازة. طيب هذه فرصة يا جماعة، فرصة. ليش أنا اعتبرتها ضعيفة الآن؟ لأن المواصفات اللي كانت في الصناعات غير متوفرة الآن، ولكن بتفاؤلنا في السوق وتحسن الشارتات، والآن نحن الحديد من شمعة الشهر ده اللي ارتدت من منطقة 20-90 ومن محل ما انطلق الحديد من بعد كورونا. شوفوا قاع الشمعة الحمراء دي منطقة الاختبار، من هنا دخل مضاربين الحديد وشالوا السهم. شوفوا التاريخ يعيد نفسه، من هنا انطلق الحديد، ما انطلق الحديد من 13 ريال قاع كورونا. هذه كلها كانت مناطق عودة للاختبار، وكان السهم في البدروم. لما طلع فوق 20-90 اقتحم الحديد وبدأ يصير عليه الشغل. اليوم نحن وصلنا لنفس الرقم ده، ومن هنا الآن تكونت عندنا شمعة شهرية عاكسة، لكن ما نقدر نقول السهم صار رسميا إيجابي إلا إذا شفنا السهم أغلق فوق 22-30 وأكد في إبريل اقتحام 23. معناها لما أجي أنا أطلع المرة الجاية هل حتكون 25 وعائق قدامي؟ ليش 25 وقفت السهم المرة الأولى؟ لأنها خارج القناة وضربت القناة. المرة دي لما يطلع يوصل 25 حيكون إيش قدام؟ كشف المطب 26-40. شوفوا في مطب قاع مكسور حق شهر إيش؟ 9، وهذا قاع شهر 6، قاع شهر 6 هنا. ودائما تسمعوني أنا أضرب أمثلة في حركة الأسهم ما بين شهر 6، هذا كان 30 ريال، 30 ريال، يعني السهم يا أخوان لو قدر الله إنه طلع في شهر واحد بشمعة خضرة كبيرة زي الشموع اللي نشوفها قوية على الشهري في الألماني، شوفوا الألماني في أقل من شهر طلع 12 ريال من القاع ودق 37 من 25 بشمعة شهرية كبيرة. شوفوا الآن حديد اليمامة لو طلع من هنا من شهر إبريل، شايفين الثلاثين قاع شهر 6 هي منطقة الترند الهابر، فحتكون الهبرة هبرة محترمة جدا. أنا وضعت الكشاف على السهم الآن وبينت عشان لا أحد يجي يستعجل ويقول أبو محمود ما راح الحديد. طيب هل الحديد فوق 23؟ هل الحديد أغلق شهريا فوق 22-30؟ معناها لا تفتح فمك، ممكن تنزل ل 19.5 كمان. طيب لو أنا هنا، لو أنا في السهم أبيع؟ لا ما تبيع، أخرج؟ لا لا ما تخرج. طيب ليش يا أبو محمود تقول لفلان لا تدخل وأنا تقول لي لا تبيع؟ طيب أنت كم عليك الحديد؟ أنا والله متعلق ب 27-28، مو حرام تبيع في المناطق دي؟ خلاص يا أخي الصبر. طيب أنت الآن متعلق، راح عليك وقف الخسارة، أنت تبيع في القيعان؟ تبيع في المنطقة داخل الدائرة دي الميتة؟ يمكن يا أخي بعد شهر تحرك السهم. شوف الألماني نزل عليه خبر طار، يمكن يا أخي تطلع نتائج الربع الأول من عام 2023 طيبة في الحديد، يفتح بقاب أب أو يعلن الحديد رفع رأس المال سهم لكل 3، المهم يجيله محفز يطير ويخليه يخرج. تجي أنت بايع تحت، صح ولا لا؟
طيب ليه يا ابو محمود انا كمضارب جديد تقول لي استنى؟ طيب انت ممكن تدخل تستنى مع هذاك، وعندك فرص ممكن تكون متحركه احسن منه. انت راقب وشوف وخليه تحت المجهر، لما تشوف العلامات اللي قال عليها ابو محمود اني انا شهريا اغلقت فوق الفيبو، وفي ابريل دخل شفت السيوله بتدخل، فبدا السهم يقتحم، فبدات تظهر الشمعه بهذا الشكل، يعني شمعة إبريل صار ظهرها 22 30 وبدأت تطلع فوق 23، يعني كده المنظر صار. الله، قول بسم الله وشيل وفالك الخير إن شاء الله. ودائما تقول دعمي 22 30 لا يكسرها، يعني ما أقبل لما أدخل في السهم ألاقي السهم بيلعب تحت القناة. لذلك بكرة من أقوى الإغلاقات في الحديد أن يصعد 80 هللة ويخترق 23 على النظرية. إذا ضربت 23 كيف حتفتح شمعة إبريل؟ من فوق 23، يعني من فوق القناة، وهي لو فتحت فوق 22 30 في إبريل معناه تحتاج اختراق 23 والتأكيد على إغلاقها كمان. فشوفوا نحن نتمنى أن يحصل هذا الأمر في الحديد خلال تداولات الغد، أقلها إنه كيف كان إغلاقه سلبي وأداؤه سلبي في مارش بسبب إغلاق فبراير تحت 22-30. إيش اللي يبغى يمنع إنه يكون إبريل ضعيف؟ إنه نحن فوق 22-30 مقفلين، فما بالكم لو حصل 23؟ معناه يا جماعة اللي كان يتفرج على الصناعات مع قبل شوية معايا ويقول طيب يا أبو محمود راحت الصناعات، أنت قاعد تتكلم في الماضي، أعطينا شيء للمستقبل. هاي شبيه الصناعات في المستقبل حديد اليمام، الآن أنا أتكلم عليه بهذا التاريخ. لو كان السهم فوق 23 فين حيروح؟ حيتحرك، حتكون 25 مطب قوي في الطريق لأنها كانت آخر قمة مطب، لكن ما هو بقوة المرة الأولى، لكن مطب ممكن يضرب فيه ويهدي، بعدين يخترق، حتجي إلى 26 40 إلى 27 على النظرية، وبعدين تنكشف المنطقة الاستراتيجية الحقيقية اللي نحن نتأمل في المستقبل أن يخترقها الحديد، وحتكون هي إشارة دخول لناس ما كانوا في الحديد في المناطق دي، زي لما اخترق الصناعات 27.5 28 70، كيف السهم أعطى إشارة دخول جديدة لجبهة جديدة؟ يكون الحديد لما يصعد في المستقبل فيقتحم 30، هنا تدخل في مرحلة جديدة العالم كلها تدورها، لأنه يقول لك اقتحم المسار الهابط من قمة الموجة. نحن سبحان الله هذا السهم متعب، حيكون بالنسبة لنا ما هو بقوة الشركات المخترقة للترند، بس المغري إنه هذه المنطقة اللي هي حتتعبنا في الصعود هي منطقة فيها هبرة حلوة، يعني الصبر عليها استاهل. انت تتكلم عن 30%، يعني ممكن يجي واحد يقول يا الله انا استنى يطلع 30% عشان يجي ابو محمود يقول لي السهم دخول. لا، في شركات ممكن تكون هي في اتجاهات هابطة في قيعان القناة. الصناعات لما كان ب 21.5، طيب هل كان مخترق ترين؟ لكن كان في قاع القناة، قلنا هبرة حلوة ل 27.5، ما بالكم لو اننا من هنا وصلنا 27.5 فاخترقنا. الله، حنكون متمكنين في التعامل مع السهم أكثر من إن لو فكرنا ندخل من جديد، لأنه اللي يبغى يدخل من جديد مع الاختراق يبغى يخاف هل حصل الإغلاق ما حصل الإغلاق، هل في فوليوم ما في فوليوم، فيصير إيش تلاقيه يعني متردد، بينما اللي يكونوا طالعين من هنا فيصادف معهم اقتحام 30. الله، زي أخونا العقص لما قعد في الصناعات من القيعان يوم اخترق الصناعات انبسط وتفائل إنه حيشوف أهداف جديدة وزبطت معه، كان أقوى متداول الداول في السهم هو، لأنه طالع من القيعان من أيام 21.5 22 هو صابر عليه. إيش رأيكم؟ عشان لا يكون هرجنا في الصناعات الكهربائية مضيع للوقت حديث في الماضي، نحن دائما نجيب الماضي ونتكلم فيه عشان يكون منارة لنا للمستقبل. فأكثركم حيقول طيب نحن راحت الصناعات، إيش في فرص قريبة؟ أنا أقول خلوا بالكم مع هذا السهم، هذا مضارب تاريخه مشرف وشقردي، وكان له سبق رهيب في أداء قوي، واليوم بدأنا نشوف بعض الشركات اللي كان أداءها قوي بدأ المضاربين يظهرون زي بحر العرب وزي وقاعدين ننتظر حق الفخارية وقاعدين نتفرج ونشوف إيش بيصير في السوق. هذا لو حديد اليمامة جاله مرة تانية
ترى أنا أتوقع ممكن يكون أسرع عطاء من الصناعات داخل المنطقة دي. ليش؟ لقوة المضارب وتاريخه القوي. بعدين تعالوا شوفوا أنتوا نسبة وتناسب، لما نيجي نقول الصناعات نازل من 37-30 قمة 2021، وصل 21.5 اليوم، ارتد إلى 34، بينه وبين الهاي كم؟ 10%. حديد اليمامة يا رجل، حديد اليمامة لما يوصل لل 30 ما سوى شيء، بالنسبة لقمة 56-40 ولا شيء. زي موضوع سيسكو لما كنت أقارنه بالبابطين وأجي أقول من 53 نزل وصل أقل من البابطين، ليش نلومه إنه يطلع يسبق البابطين؟ البابطين من 44، سيسكو لازم يوصل 27 و28 عشان يقارن بالبابطين، إنهم زي بعض في نسبة النزول. وفعلا سواها سيسكو وراح، وأنا أتوقع الحديد حيسوي نفس الحركة حق السيسكو وحيوصل قريب 30، وهناك يبدأ الحديث عن الحديد هل يخترق. هنا تبحث الناس عن أخبار ومحفزات حقيقية. لذلك نسأل الله لكم التوفيق. السوق مليان فرص، ولكن يا أحبتي أنا لست متحكما في أداء الشركات، إنما محلل وأقرأ سلوكيات المستقبل بناء على الرسومات البيانية. أنا لما أجي أفتح شارت عمره 7 سنين، شايف قدام عيني القصص اللي صارت، وشايف قدام عيني المناطق الدعوم التاريخية، وشايف أنا فين واقف بالنسبة للقناة. مجرد أشوف ما يؤكد قواعد اللعبة، مفروض إنه هذا السهم فرصة من فرص السوق، ما يتفوت في القيعان. يعني فوق 23 على النظرية لا حد يسألني، شيله أنت مغمض وخلاص، ما يبغاله تطبيق، ما يبغاله تطبيق. واللي متعلقين في السهم، فلنفترض ما حصلت الإيجابية، ماذا نفعل؟ هل نحن يا أبو محمود خلاص ما حننزل؟ لا، أنتوا ما زلتوا في المنطقة الضعيفة إلى الآن، ما زال في رقم تحت يمكن يجي، مع إني أنا من شمعة الشهر ده متفائل إنه ما رح نشوف 19.5، هنكتفي عند 20-90، لكن يبقى فنيا وارد الكلام ده. ليش؟ لأننا خارج القناة، يعني نحن كأننا بنتعاطف لما نيجي نقول السهم ما رح ينزل، هذا تعاطف الكلام ده وليس فني، لأنه فنيا مرشح ينزل، لكن نحن نقول عندنا بصيص أمل. غدا سيكون حديد اليمامة تحت الأنظار لواحد زي حكايتي أنا يهتم في السهم. ليش؟ لأنه يهم الإغلاق الشهري يكون فين؟ فوق 22-30. أنا من الملاك للحديد بالمناسبة، وواضع رجلي فيه حتى متعلق، يعني أنا متوسطاتي في الحديد الآن قريب 24 وشوية. أنا علقني الحديد لما كسر 26-40. أنا إيش كنت أتوقع وقتها؟ إنه الحديد ما أغلق شهريا تحت مستوى 28، وكنت أقول لملاكه وقتها نحن العبرة بالإغلاق ما دمنا فوق 50. شوفوا شمعة الحديد كيف برجلنا، شوفوا الندل لما كسر 50 بدون إغلاق فين راح؟ ما جاء نهاية الشهر قيد وصل 23، قيد أنا خلاص يعني أكلنا تبي في الحديد. فطبعا جلسنا نعدل، تتذكروا لما عدلنا عند 22-30 وطلع معانا 25 وخففنا، بعدين رجع نزل اشترينا سحبنا المتوسطات. اليوم أنا متوسطي من 25-24 في الحديد، بيني وبينه 10%، لكن الحمد لله طبعا ما هي كميات كبيرة لأنه ما هو سهم استراتيجي عندي، لكن أنا أعتبره ممكن من الفرص الآن. يعني أنا قلبي جامد معه لأني في قيعان، والصبر طيب وتأخذ الحق وافي. هكذا تعاملنا مع جبل عمر ونجحنا، هكذا تعاملنا مع زين ونجحنا، وإن شاء الله راح ننجح في الحديد. والحديد ترى غير زين وغير جبل عمر. ليش؟ حديد أخف، ومضارب الحديد شقردي لما يلاقي الطريق مفتوح قدامه. شوفوا الشاشة قدامكم إيش كان يسوي لما كانت الجبهة تنفتح قدام، ترى كانت تذبذباته عالية جدا وأداؤه قوي جدا. نسأل الله لنا ولكم كل التوفيق. كده أنا أرضيت ضميري بعد هرجة الصناعات الكهربائية، عشان لا يقول أبو محمود يتباهى بتحليلاته السابقة وجاي يستعرض كلام قديم. هاي هذا كمان الآن صورة طبق الأصل، وإن كانت أرجع وأكد وأقول
إنها أضعف من كلامنا، ومع ذلك أنا متفائل إن شاء الله، لأنه نحن في قيعان إذا ما ظهرت الشهر ده الشهر اللي بعده إن شاء الله إننا نشوف 50% هذه، لأنه السهم بالفعل يعني من قاع 21 لو وصل قريب 30 أنت قاعد تتكلم فعلا عن قريب 50% من القاع. والله يكتب الخير للجميع. كيف إغلاقه اليومي؟ إغلاقه اليومي الحديد يعتبر لا بأس به، الشمعة لافة طارة وطالعة، بس تعالوا شوف، تعالوا شوفوا متوسط الخمسين بكرة فين؟ 22.65 هلأ إن عداها كشف المية، المية فين؟ 23.5، يعني هو حيبان قوته على اليومي باختراق 23.5. نحن مننا مستعجلين، نحن نتمنى بكرة إنه الشمعة فين مقفلة؟ فوق 78 فيبو، زي اللي قاعدين نستناها بكرة في البابطين فوق 23.40. شوف بكرة عندنا مين؟ غير نظرتنا للتاسي، بكرة عندنا البابطين، نتمنى لإغلاق الشاري فوق 23.40 اللي هي 78 فيبو تصحيح، ونتمنى نشوف الحديد فوق 22.30 78 فيبو تصحيح، عشان يصير أملنا لما إن نروح 61 فيبو في المستقبل، إن كان في البابطين قريبة 28 ولا إن كان في الحديد قريبة 29.5. وأنا عندي إحساس إنه الحديد حيرجع ويسبق البابطين، عندي إحساس من 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 الشجردية حقت مضارب السهم وتاريخه إنه حيرجع يسويها وحيكون أسرع أداء. طبعا يا شباب في فرص كثيرة في السوق، ولكن هذه المواصفات القريبة جدا. عندنا الخدمات الأرضية نفس الكلام ينطبق، اللي ينطبق على الحديد هو ينطبق على الخدمات الأرضية، ولكن يبقى الخدمات أضعف مع إنه كلها نفس الهرجة. القناة في الخدمات تحتاج إغلاق فوق 23 على النظرية. يا أخي نظرية 3.5.7 دي نظرية خطيرة جدا، وهذه نظرية فعلا اللي يحفظها ما يحتاج طول في رسم بيان، ولكن نحن عشاننا محترفين وعشاننا قارئين للشارت طبعا لا نؤمن بالنظريات هذه أو نطبقها بحذافيرها زي ما نطبق لغة الشارت، لأنه لغة الشارت يعطينا تفاصيل أحيانا 23 وشوية يعطينا كسور، هذه الكسور مهمة بالنسبة لنا أن الأرقام الصحيحة دي. ومع ذلك لو واحد لا يملك القدرة على قراءة الشارت فهو يستأنس لنظرية 3.5.7. بالتوفيق إن شاء الله للجميع. الشيء بالشيء يذكر، متوسط المية في الحديد تصدقوا إن يتوافق مع منطقة السحابة على اليوم، يعني لما يعدي السهم 23.5 متوسط المية ماذا يكون قد حصل في مؤشر الأشاميك؟ يكون قد اقتحم السحابة وصادق الأشاميك على نظرتنا الفنية. طيب اليوم كيف إغلاق الحديد؟ إغلاق الحديد رائع. ليش؟ لأنه من منطقته دي استطاع أن يقتحم التينكن والكيجن وصار يدور السحابة، فإغلاق الحديد على اليومي كويس. يعني لو جاء واحد مضارب سريع قال والله أنا أبغى أستبر، معليش عندي استعداد أصبر، أبغى أشيل الحديد، هل الحديد عنده مؤشرات لحظية جيدة؟ نعم، مجرد وجودنا فوق منطقة الكيجن نعم السهم اليوم أغلق فوق الكيجن، يعني نفس سلوك البابطين على الأسبوعي، لكن هذا سلوكه على اليومي، لأنه شوفوا الحديد عشان يصير فوق الكيجن على الأسبوعي نكون وصلنا قريب 26.40، ولازم هيا شوفوا 23 التنكن على الأسبوعي فين؟ قريب 23 في الحديد. ليش أنا أبغى يطلع فوق 23 على النظرية؟ غير إننا نحن نقتحم السحابة اليومية ومع ذلك نقتحم التنكن برضو، عشان كده لو تأخر أحد في الشراء حتى يتأكد حتى لا السيولة تتجمد فترة أطول والفرص تروح. فهذه هي الأسباب اللي تخلي الواحد يتريس إذا ما يبغى يستعجل، لكن يضع تحت المجهر لأنه هبرة حلوة، ويذكرنا بالصناعات الكهربائية لو بدأ من قاع القناة وتحرك لعلنا نشوف إن شاء الله 20-25% خلال الربع الثاني من مارش إلى تقريبا جولاي أو جون، والله أعلى وأعلم.